اسمه داين. الميثود هات it operates on links. عند links داين. وداين هي property او sub object of serial link. مظبوط. هذا شو بقول السيريال لينك هو عبارة عن روبوتيك ار اوبن سيريال روبوتيك ار مكونة من مجموعة لينكس. فهذا الاوبجكت هو سب اوبجكت من هذا الاوبجكت. وبعدين في عندي ايش بنسميها؟ ميثود او اتريبيوت. بالحالة هاي الداين هي اتريبيوت للينكس. بتقول لي هاي اللينكس ايش الاتريبيوت تبعتها؟ وهون بامكاني احط الاندكس مثلا احط 1 أو 2 أو 3 اللي هي اللينك الأولى الثانية الثالثة. هاي بتعطيني 10 إجابات. الإجابة الأولى M هي اللينك ماس، بتعطيني الكتلة تبعتها. بعدين بتعطيني السنتر اوف ماس بوزيشن، بالنسبة للكوردينيت فريم تبع هاي الماس اللي هي السنتر اوف ماس. بعدين بتعطيني اي اللي هي اي ام اللي هي كم رقم راح يكون فيها عبارة عن 3x3، بس هي فعليا فيها 6 ارقام بس، فاللي راح تكون اي اكس اكس I Y Y I Z Z و minus I X Y minus I X Z و minus I Y Z و minus I Y X و minus I Z X و minus I Z Y. أعطيني 9 أرقام رح أعطيني هك I M وبعدين أنت بتطبعها وتطلع معك 3x3 matrix. رح أعطيني J M أو إحنا بلاش نسميها I M. J M هي الموتور إنيرشيا. ليش الجي ام ما حطيناش 3x3 للمحرك نفسه؟ في ايد الجسم اعطيناه 3x3. موتور شافت واحد. هو شافت واحد ما بيقدرش يلف غير حوالين اكسس واحد، هو ممنوع يلف غير حوالين. ففي له اكسس واحد، فهذا سكيلر. هذا طبعا اسمه تنسر مش فيكتور. نسميه تنسر، سكند اوردر تنسر. بعدين عندي بي ام اللي هي الفيسكس فريكشن تبع المحرك. اللي هو المرة الماضية سأل مين سأل؟ أنت سألت. ستيبر موتور مثلا، كان ستيبر موتور، ستيبر موتور بيكون في له على الشافت تبعه فيسكس فريكشن، فيسكس فريكشن للمحرك. بعدين عندي تي سي اللي هي الكولوم فريكشن، والكولوم فريكشن اذا متذكرين في له كيو سي بلس كيو سي ماينس، مش شرط انه في الكلوك وايز يكون مساوي للكاونتر كلوك وايز. هذا اللي هو الدايناميك فريكشن، الكولوم دايناميك فريكشن مش ستاتيك فريكشن. بعدين عندي الجير ريشو. شو الجير ريشو؟ هو مفترض هون انه كل محرك مركب على الجوينت في معمول له جيرنج زي ما شفتوا المره الماضيه، معطيني الجير ريشو، فهو برجع التوركس المطلوبه للمحرك نفسه مش للجوينت. كانه عمال بقول لك اذا بدك تختار محرك هذا راح يطلع معك الجواب، التورك المطلوب هو التورك المطلوب من المحرك، ومعطيني هو الجير ريشو. واخر شيء بعطيني الكيو ليميتس، الليميتس اللي هي للزاويه او للبريزماتيك اذا كانها ريفلو جوينت او البريزماتيك. كم واحد هذول؟ 1 2 3 4 5 6 7. هون عندي 8 كانه بحط بارامترز ثانيه، كنت بفكرهم 10 بس هذول هم البارامترز. فاذا انت دخلت على بوما 560 وحطيت لينك براكتس 1 يعني اول لينك من هون وحطيت داين رح يرجع لك البارامترز المختلفه تبعت هاي. طب بالعكس لو انا موتور بدي ادخله واحط فيه هاي بدي اكون جايب هدول الاشياء، وهذا مش سهل، هذا صعب مش انك تجيبه. اوكي يعني يمكن هدول الاشياء سهل انه نقيسهم، وهذا سهل انه نقيسهم، هذا صعب جدا انه نقيسهم. والسنتر اوف ماس بدي ادخل بكاد موديل، بدي ادخل الشكل اللينك وبعدين اطلع وين السنتر اوف ماس بوزيشن. الجير ريشو واضح. اوكي هدول اذا ال10 بارامترز.